الركن الأزرق، العمر 27 سنة، الطول 1.78 متر، الوزن 70 كيلو، الأسلوب مواي تاي وكيك بوكسينج، من المغرب محمد تريكي. من الركن الأحمر، العمر 26 سنة، الطول 1.76 متر، الوزن 70 كيلو، والأسلوب جيت كوندو، من الكويت أحمد البصيري. إذن في انتظار بداية هذه المباراة، الشورت الأبيض لمحمد تريكي والشورت الأسود لأحمد البصيري. هل تكون مباراة العودة إلى مباراة اللقب لأحمد البصيري أم تكون هناك كلمة أخرى لمحمد تريكي؟ هل نشوف اللاعب البصيري مهارات الإسقاط على الأرض أو المصارعة أو مستقيمة؟ أمامية جميلة هذه، شبيهة اللي يتميز فيها أندرسون سيلفا طبعا. حلوة. وليوتو ماتشيدا في اليو اف سي. ركلة سفلية جميلة من أحمد البصيري. حلوة أحمد، ثاني. وراها واحدة عالية يخليه يفكر، لكن هنا محاولة الإسقاط لم تنجح. هل اللاعب يستطيع استخدام فهارات المصارعة اللي قال عنها أحمد البصيري إنه دخل يتدرب لمدة شهرين؟ استخدم، شوف الحركة حلوة، استخدم القفص عشان يندفع إلى الأمام. الالتحام الآن بين اللاعب محمد تريقي وأحمد البصيري على القفص بالجولة الأولى. اللاعب الآن تريقي لا يستطيع أن يسقط أحمد البصيري على الأرض، وأحمد البصيري حاول تفادي الإسقاط ويكون بهجوم معاكس أنه يسقط، لا يستطيع امساك بالشورت. عمار، أحمد البصيري باستثناء مباراة النهائية على الدرع مستوى دائما في تطور من مباراة إلى أخرى. صحيح محمد، وانا شوف هذه حركات الجريسيز مثل ما قلنا طبعا قبل قليل، هويس جريسي رقى أحمد البصيري للحزام الأزرق مؤخرا في الكويت. صحيح محمد، الآن يلعب لاعب يعني حصل على الأزرق الجودسو البرازيلية، والآن يقلب الآية أيضا مرة أخرى اللاعب محمد تريكي. شوف هذه الحركات، حركات الجريسز، ضرب على يعني الطرق اللي هي مش قاضية لك مؤذية. هنا محاولة كانت خلفية أخرى، خلفية جميلة من أحمد البصيري، تعودنا أن نشوف منه هذه الحركات. الآن هنا محاولة الإسقاط، لكن من بعيد ما تعودنا منه أنه يحاول. نعم، هو قال أنه دخل شهرين في يعني معسكر مكثف للمصارعة ويتدرب طبعا مع ري ألبي في الكويت. عمار، ري ألبي من المقاتلين الأمريكان اللي عايشين في الكويت ويدربون مقاتلي الكويت. هنا محاولة للإسقاط من قبل محمد تريكي، التحام على القفص على سياج. الآن محاولة لأخذ الظهر من اللاعب. حلوة. هذه كانت بالمرفق هذه المرة من أحمد. هنا لكمات متتالية. نعم، محاولات إسقاط من أحمد البصيري. حلوة. أخيرا أحمد البصيري يستطيع، ولكن قلب محمد تريكي الوضع وأصبح الآن هو في وضعية أفضل. وهنا لكمة كانت قوية من الأعلى متتالية، لكمات إلى وجه أحمد البصيري من اللاعب التراكي محمد، وضعية لا يحسد عليها اللاعب أحمد البصيري. لنرى مهارات أحمد البصيري في القتال الأرضي بعد تدريبه مؤخرا مع أميز المقاتلين في القتال الأرضي في الكويت. الآن الإغلاق الكامل من اللاعب أحمد البصيري على اللاعب محمد تريكي من المغرب. شوف تصفيق الجمهور عمار، بدأ الجمهور، شوف الجمهور البحريني واعي وفاهم الجوجيتسو أيضا. طبعا شيء جميل أن نشاهد الجماهير تبتدي تفهم في رياضة الفنون القتالية المختلطة. اللاعب الآن دقيقة و25 ثانية تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى. محمد، أظن السيطرة سجال. اللاعب الآن محمد تريكي بالشرط الأبيض وأحمد البصيري بالشرط الأسود. أحمد البصيري في وضعية، لكمتين ورا بعض قوية مباشرة إلى وجه أحمد البصيري. محمد، لكمة أخرى، هذه لكمات مؤذية جدا من الأعلى.
قد تنهي المباراة في أي وقت. أحمد البصيري في خطر هنا. الآن يجب عليه لكمات متتالية. نعم قد يوقف الحكم هذه المباراة، ولكن أحمد البصيري يتحرك وهذا هو المطلوب لكي لا يوقف الحكم هذه المباراة. هذا صحيح. اللاعب الآن أحمد البصيري في وضعية لا يحسد عليه. الآن شوف محمد تراخي في وضعية السيطرة الكلية، يحاول أخذ السيطرة الكلية، لم يأخذها إلى الآن، ولكن أخذها فعلا عمار. أخذها والآن أصبح خمسة. هل يأخذ الذراع؟ لكن فشل في أخذ الذراع، وأصبح الآن يقلب الطاولة أحمد البصيري في آخر 30 ثانية من نهاية هذه الجولة. محاولة مثلث الخنق إلى الآن بار تقييد الذراع. محمد التريكي يوقف قطار أحمد البصيري للعودة إلى مسار اللقب عمار. محمد التريكي في أول مباراة له بعد أكاديمية ديزرت فورس يعود بانتصار على مقاتل يعتبر من المقاتلين اللي كانوا قريبين إلى المنافسة على اللقب أمام حيدر رشيد. شوف الإعادة الآن أعزائي المشاهدين، أنا لحظة تثبيت الذراع والاستسلام من خلقة المثلث إلى تثبيت الذراع، يعني تغيير جميل من اللاعب محمد تريكي. بعد 4 دقائق و38 ثانية من الجولة الأولى فاز بحركة تثبيت اللاعب محمد طريقي. أنا مع الفاز محمد طريقي. محمد يعني شفنا نتاج أكاديمية ديزرت فورس، أنت مقاتل كنت في الأكاديمية طبعا وانتصرت، شو رأيك في أدائك أول شيء؟ ثاني شيء ماذا تتوقع مستقبلك في ديزرت فورس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الجمهور البحريني والجمهور العربي، وكنبغي نقول أكاديمية فاتنا بزاف في هذا المشوار. أكاديمية مشينا لها تكتسبنا أشياء جديدة، وأنا عرفت الخطة ديال الخصم ديالي، قال أني أنا ضعيف في جوجيتشو وفي البي جي جي، قلت أنا نأكد لأني أنا كنخدم المواطاي والجوجيتشو والجرابلينغ والمصارعة. أداء رائع كان، لو تتابع الإعادة معاي شوف الإعادة محمد، إعادة كانت تقييد ذراع جميلة. علق لي على هذه اللقطات، منين كيف وصلت إلى تقييد الذراع؟ بقيت كنعطي في اللكمات منين دار هو، أنا مشيت للتريونغل، من التريونغل قلبت الأرمبار، والحمد لله هذاك الخدمة اللي خدمت مع الناس في المغرب. منين رجعت من الأكاديمية مشيت خدمت البي جي جي وكل شيء، الحمد لله. كنشكر الجمهور ونشكر كل شيء، وكنشكر الناس اللي خدموا معايا، كنشكر كل شيء، شكرا. فعلا كان انتقال جميل من المثلث الى تقييد الذراع. تحيه جمهورنا الكريم الى محمد تريكي من المغرب.